في بهجة عند المشاركين، في حماس، في حالة حلوة. أنا كمان عجبني حاجة، عايزة بس أقول لزمايلي رجعوا لي الصورة لشباب فيهم لابسين أخضر واللي هم المتطوعين. أنا عجبني جدا كمية التوحد. يعني هنا أنت بتشوف، أنت مش عارف مين أحمد، مين سلوى، مين مديحة، مين إيه، دي في السويس، بس أنت مش عارف مين، عارف ليه؟ الأهم إيه؟ الأهم إن إحنا كلنا، مش مهمة أنا فين ولا محافظة إيه، المهم إن كلنا مصريين. ودي أسوان يعني فأنت خلاص، يعني أنت موجود في كل المحافظات، أنت لابس يونيفورم لأن كلنا واحد. الناس عندها بهجة، فكرة أنه اديني كده علشان أنا بساعد، دي الفيوم. فيعني أنت موجود في كل مكان، كتف في كتف في كل مكان. فده أعتقد دي أكبر مبادرة موجودة، يمكن هتبقى موجودة في المنطقة العربية كلها أو موجودة بشكل كبير، أنا ما شفتهاش قبل كده. دي البحيرة، والحقيقة الطريقة اللي بتحط فيها المساعدات الغذائية كلها، أنت هنا مش بس بتشوف مساعدة غذائية، أبدا، أنت بتشوف آلية عمل، أنت بتشوف الشباب دول، الشباب اللي واقفين دول أنت كده خلاص هم جاهزين لأي أزمة، هتلاقيهم هم أول ناس أنت تحتاج لهم هيقفوا يساعدوا بلدهم. فأنت كسبت ده، كسبت التطوع، كسبت الحالة، كسبت حاجات كتير قوي، يعني كسبت أشياء لو أنت قعدت تعمل إعداد ليها مش هتعرف تجمعها. فإذا كانت الأزمات العالمية خلتنا إحنا في مصر نفتح الدفتر المحلي بتاعنا ونكتب أسماءنا ونقف كتف في كتف أسر وجمعيات، ما أنا عايزة أقول لك إن التطوع ده، دي الأسر المصرية، دول شباب المصريين، دول ولادنا وإخواتنا وأهالينا، فالكل مساعد. فأنت قدرت تجمع أولا كل مصر علشان تساعد كل مصر. هي ليلة خير هنكملها إن شاء الله بعد فاصل قصير.